بتفضل يا عمر. هناخد خريطه الزمالك مباشره، التقسيمه بتاعت فرقه الزمالك، عشان كده كنت قلت لك الزمالك اسهل ان انت تتكلم عليه من الاهلي، لان في الاول وفي الاخر انت عندك مدير فني، عندك هو نفس الراجل بنفس هنا بقى دي 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 دي, دي الشاشه اللي بيحطها اي اداره كوره في نادي، ورقه ايه فور متصوره. اتفضل يا بيه، بتذاكر مراجعه ليله الامتحان، صابح عليك امتحان كيمياء بكره، بنراجع. اتفضل يا بيه، بنراجع. اتفضل. فبالتالي هي بتبقى كده الترتيبه، بتبقى عندك كده، بيبقى عندك المراكز وبيبقى عندك اللعيبه اللي انت هتجيبها او اللي انت محتاجها. ماشي. في اللعيبه هنا اللي ما بين القوسين، هو بس عمر كمال عبد الواحد اللي كان المفروض يتحط ما بين قوسين. طب ما تشرح لنا بس انا هعود وبعدين انا بديك الكيو الاول. الكيو ان اللعيبه اللي ما بين الاقواس دي يا صفقات تمت يا صفقات عليها كلام. ماشي. هو بس زياده عليهم المفروض عمر كمال عبد الواحد بين قوسين. ماشي. بس هو اللي فلت. تمام. بس ايمن احمد، ايمن منصور، زكريا الواد، لان القوسين مش هيجرى حاجه. تمام. يلا. طيب هنا دي تشكيله الزمالك تقريبا. فانت عندك في حراسه المرمى محمد عواد، بس مين البديل؟ مفيش ابو جبل، جنش السن وجاي من فيوتشر، لو الاعاره هتخلص ويرجع، فانت محتاج حارس مرمى، الزمالك محتاج حارس مرمى. فبالتالي هنا اول نواقص الزمالك مع محمد عواد اللي محتاج في الموسم الجديد حارس مرمى. حارس مرمى مواصفاته ايه سريعا بس؟ مواصفاته حارس تاني ولا حارس واحد برضو باللي قدمه عواد؟ ما تغلطش غلطه موسم كارتيرون. هات حارس مرمى تاني، والتاني ده مش معناه ان هو يبقى قليل، ممكن يبقى سنه صغير. هو عارف ان هو محتاج انه هيلعب الكاس، هيلعب مباراه، لكن هتجيب حارس وتلعب بقى لعبه. هو طبعا دي مش هتحصل مع فيريرا، بس اللي يغلط يقعد دي يعني ما لهاش علاقه بالكره يعني. ماشي. فانت محتاج حارس مرمى لان المركز فاضي. مع كامل الاحترام للسيد عطيه ونديم، لسه صغيرين بس ممكن يبقى واحد فيهم ثالث يعني، لسه صغيرين جدا. تمام. حسام عبد المجيد مع احمد ايمن منصور في قلب الدفاع الشمال، الونش ومحمود علاء، في علامه استفهام على مستقبل علاء اصلا. محمد عبد الغني وحمزه المسلوسي اللي تم توظيفه هنا. فبالتالي انت في خط الظهر ده كله هتحتاج في حاله خروج علاء، هتحتاج لعيب قلب دفاع تاني مع توظيف احمد ايمن منصور بديلا لحسام عبد المجيد، او معاه اللي هو قلب الدفاع ناحيه الشمال. ناحيه الشمال انت مش محتاج، انت عندك فتوح وعبد الله جمعه وعبد الشافي ثالث لو استمر مع الفريق، بس اوريدي عندك اتنين كويسين جدا، هيستمر ومجدد يعني مكمل مع الفريق، وكده كده هو بخبراته وعدم وشخصيه عبد الشافي هيخش مع الثلاثه عادي، ما عندوش مشكله. عمر كمال عبد الواحد لو موجود، سيد نيمار، حازم امام، المكان ده محتاج تدعيم. الزمالك ناحيه الوينج باك رايت محتاج تدعيم حتى بوجود عمر، لان سيد نيمار زي ما عز شرح هو يعني ممكن يبقى بعد كده وينج يمين، ممكن يبقى وينج، واصلا هو متايف على المكان ده. لكن حازم قياسا بال 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 بتاريخ الاصابات، بالمشاركات والفعاليه في الموسم الحالي، فواضح ان هو بعيد. ماشي. ودي نقطه هستند فيها للعز، ان اللي حصل السنه دي استثناء. ما ينفعش تعشم في نفس الاداء بنفس الظروف بنفس الكواليتي، فانت محتاج طالما مفتوح لك القيد تعمل ابجريد. تمام. منطقه نص الملعب بقى دي اكتر منطقه، بص رغم ان عدد اللعيبه اهو، في محمد في المركز رقم 6، في رؤى وفي ماجد هاني راجع من اعار، الراجل عايز رقم 6، لازم الراجل عايز رقم 6، ده ما فيهاش جدال، الاثنين قلته في نفس الوقت لازم، ده ما فيهاش جدال. ماشي. لان عندك اثنين منهم واحد راجع من اعار، لما جه زكريا الوردي قالك ده 8 مش 6، بالنسبه لي 8 مش 6، مش عايز، مش هوظفه. عشان كده بص انا حاطط زكريا الوردي في النص، 6 او 8 على حسب توظيف الراجل. عشان كده بقول لك الميزه ان في مدير فني انت فاهم هو عايز يعمل ايه. دونجا يحل ازمه هنا، دونجا بيراميدز في 6، في 6 طبعا. ماشي. في 6 عنده في الثمانية امام عاشور وسيف جعفر وحمدي علاء. حمدي لعيب كويس جدا وكنا عملنا عنه حاجه في الكشاف. وسيف لعيب كويس جدا، ولكن مازال الاثنين يعني هيبقى زكريا الوردي اللي هينط على طول بعد امام عاشور. فهتبقى زكريا الوردي بعد امام عاشور، ولازم رقم 6، لازم رقم 6 اساسي. ماشي. يلعب ويبقوا الاثنين دول يترحلوا تاني وتالت. ناحيه الشمال مكان اشرف بن شرقي، هو مفيش. هو ابراهيم انداي في علامتين استفهام، مفيش لحد دلوقتي. وابراهيم انداي يعني تمت او يعني لا تمت. تمام. يبقى هو موجود. وابراهيم انداي ستايل انسايد فورورد، مش اشرف بن شرقي، وفرق كبير جدا في طريقه اللعب. هو هيلعب كمهاجم تاني جاي من ناحيه الشمال، بس هل هو اشرف بن شرقي اللعيب اللي بيقوم بالدور بلاي ميكر واللي بيعمل ديلي على الكرة؟ لا. فالزمالك محتاج لعيب هنا، محتاج لعيب في الحته دي، في الجناح، في الحته دي بروفايل اشرف بن شرقي، حتى لو يكون بديل بس يعوض بقى ونجم والعدد ورزاق السيسي والناس اللي مشيت كمان. بالظبط. ناحيه اليمين طبعا زيزو وشيكابالا. انا في رايي ان هنا بناء على الوينج باك رايت، لو عمر كمال عبد الواحد معاه واحد تاني، ممكن تحط نيمار تالت هنا، يبقى بديل زيزو على اعتبار ان زيزو هو الاساسي. ماشي. لان اقرب واحد لبروفايل زيزو مع الفريق الفني، بس اقرب واحد للبروفايل بتاعه هو نيمار. ماشي. لعيب اللي يقدر يلعب على الطرف ويلعب لجوه وبيعرف يسدد ويشوط. رباعي خط الهجوم الزمالك محتاج فرود.
سيف الجزيري، عمر السعيد، مروان حمدي، يوسف اسامه نبيل. سيف الجزيري ما هو الدنيا بالنسبه له فرقت، ومروان حمدي ده الهداف بتاعهم، عمر غالبا يعني بره بتاعهم، راح سموحه وتالق فهيرجع لهم تاني. عمر ويوسف اسامه نبيل. في واحد كمان ناقص، اوباما، بس انا شايف ان مروان لا هو مش ناقص، انا اوباما مش لاقي له مكان، ما بيلعبش 10. يوسف اوباما لان هو راجل ما بيلعبش 10. يوسف اوباما، مروان حمدي، ومحمود علاء ممكن تحاول تستثمر في فلوس، يعني محتاج تبيعهم فتكسب فلوس او يدخلوا في صفقات تبادليه علشان لو اصل مروان اكيد مش هيجي يقعد، يبقى عايز يقعد دكه صح، وسيف هو حاجز مكانه باعتبارات طريقه اللعب فبالتالي ده بالعكس، ده انا ممكن استفيد من فلوسه وكده كده البروفايل القوي ده يوسف اسامه نبيه والفلوس دي احطها في اللعيبه. وجهه نظر كمان مع اعتبارات ان مروان هيبقى اكيد حابب ان هو يلعب، هو راجل تاني هداف دوري، هيروح المنتخب تاني هداف دوري بالظبط. ووفقا للخريطه دي انت هتلاقي عندك ان سيف جعفر انا اسف سيف الجزيري اللي بعد يوسف اسامه نبيه كلاعب شاب، فانت محتاج واحد يبقى رقم اتنين او ينافس على رقم واحد بالظبط. عمر السعيد بعيد بناء على المعطيات بتاعه الموسم الحالي، ومروان حمدي حقه هيرجع يقول يا انا تاني هداف الدوري، يلعب ابقى رانكينج واحد يا يعني يا الا بقى لو مروان هو اللي رضي بدور ان هو يبقى رقم اتنين بديل يعني.